احمد مروان الزنجاري رئيس جمعيه مبادره شباب المغرب. اليوم جمعيه مبادره شباب المغرب نظمت قافله طبيه في جامعه المنابهه. هذه القافله هذه اللي عرفت واحد النجاح كبير، استفدت منها اكثر من 1200 مواطن من السكنه ديال المنابهه. كان طاقم طبي يتكون من ازيد من 50 طبيب ديال جميع الاختصاصات، كان طب العام، طب العيون، طب النساء، طب الاطفال، كذلك طب القلب والشرايين، طب الجلد كذلك. تم ايضا توزيع الادويه بالمجان على المواطنين، وهذه الحمله هذه تجي في واحد الاطار ديال واحد السلسله ديال القوافل الطبيه اللي تنظمها جمعيه مبادره شباب المغرب من اجل تقريب الخدمات الصحيه للمواطنين اللي كيعانيوا من الهشاشه والفقر. و ان شاء الله جمعيه مبادره شباب المغرب عازمه ان شاء الله باش يستافدوا بتمنياتهم الاقاليم ديال جهه مراكش اسفي. ان شاء الله من هنا رمضان غيكون عندنا جوج القوافل الطبيه اخرين، غتكون وحده عندنا في سعاده وكذلك وحده غتكون عندنا في زرقطن في اقليم الحوز. نجيب اجزير رئيس الجامعه الترابيه المنابهه، اولا مرحبا بكم لتغطيه هذا الحدث الكبير اللي كيدار في اطار شراكه ديال الجامعه الترابيه مع جمعيه مبادره اللي كيتراسها الاخ الزنجاري. وهذه المبادره اللي كنا وجدنا لها تقريبا هذه مده يعني بالتنسيق مع كافه الاطراف، اللي استفدت منها تقريبا 1200 مستفيد من دوار ولاد نجيم، حيث انه تم الاستفاده من مجموعه ديال التخصصات، امراض العيون، امراض القلب والشرايين، امراض النساء، لي بيدياتر يعني ديال الاطفال، وكانوا دي جينيراليست. اضافه ان كل المستفيدين استفدوا من الادويه بشكل مجاني. وحنا كجماعه ترابيه كمجلس يعني نفكر ان شاء الله بالتنسيق مع هذه الجمعيه هذه ديال الشباب اللي زارونا واللي شرفونا باش نعموا هذه المساله في التراب ديال الجماعه باكملها. لانه الحمد لله كانت واحد الاريحيه، كان تنظيم بشكل جيد. مشكورين للاخوان ديال الجمعيه اللي ساهموا رفقه اعضاء ديال المجلس في الترتيب وفي التنظيم ديال المواطنين. الحمد لله الكل كما كتشوفوا خرج راضي على هذه الحمله الطبيه اللي كان وعده ان الساكنه ان شاء الله بتعميمها، ويعني يعني احنا مستعدين اننا نعاودوها ان شاء الله باش نوزعوا اللوجيستيك الكافي لانجاحها في دوار من الدواوير الاخرى ديال الجماعه. وانتم كصحافه كنشكركم على التغطيه الاعلاميه ديال هذا الحدث، ومرحبا بالجميع في جامعه المنابهه وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.